السلام عليكم. اليوم بدنا نشرح أسئلة الفصل براكين مادة علوم الأرض الصف العاشر مدارس الوطن العربي. بالبداية أسئلتنا رح تكون صفحة 28 صفحة 29. السؤال الأول بحكي لنا اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. 1. توصف الماجما الغنية بالسيليكا بأنها، طبعا الخيار أو رمز الإجابة الصحيحة هو الفرع باء بأنها شديدة اللزوجة، لأنه بما أننا بنحكي عن غنية بالسيليكا وعلاقة طردية بين السيليكا واللزوجة، إذا رح تكون شديدة اللزوجة. الفرع الثاني يسمى تكون ألواح في أثناء اختلاط مياه الثلوج برمات البركانية والمواد الأخرى، الرمز الإجابة الصحيح هو جيم اللهار. الفرع الثالث يعد بركان باليوكوتين في المكسيك مثالا على، إجابة صحيحة باء البراكين المخروطية. الفرع الرابع تسمى البراكين المركبة بهذا الاسم لأنها، الجواب الصحيح جيم تتكون من طبقات متعاقبة من الفتات البركانية وانسيابات اللب. إنه بما إنه حكينا بالدرس السابق إنه البراكين مركبة اسمها مركبة يعني عدة طبقات عدة انسيابات اللب بتتم عدة مراحل. السؤال الثاني فسر ما يأتي تفسيرا علميا دقيقا. ألف تعد البراكين المركبة من أخطر أنواع البراكين. ليش هلأ زي ما حكينا إنه البراكين المركبة من أخطر الأنواع؟ لأنه جوابها لأنها ناتجة من تعاقبات انسيابات اللبن بتبرد وبتكون طبقات فوق بعضها وبعض بتكون غير عنيفة بليها فتات بركاني بيكون عنيف. فهلأ إحنا ما بنقدر هذا البركان اللي طالع منه رح نحدده إذا كان نشاطه عنيف ولا غير عنيف، عشان هيك بيعتبر من أخطر أنواع البراكين. ثاني فرع أو باء اختلاف الأشكال الطبوغرافية الناتجة من البراكين. شو يعني أشكال طبوغرافية؟ يعني أشكال تتشكل على أو تضاريس تتشكل على سطح الأرض. طبعاً كل بركان بيطلع عنه شكل مختلف. ليش؟ لأنه اعتماداً أو تبعاً لنوع أو خصائص الماجما. فعندنا ثلاث أنواع، الحمضية والقاعدية والمتوسطة. كل نوع من الماجما بيعطيني شكل بيختلف عن الثاني، فعشان هيك الجواب بسبب اختلاف خصائص الماجما المكونة لها واختلاف المواد اللي بتخرج من البراكين. جيم تتجه بعض الدول لاستخدام الحرارة الجوفية في إنتاج الطاقة الكهربائية. ليش بعض الدول زي ما ذكرنا بالفصل الأبلو زي إندونيسيا وغيرها من الدول تستخدم هذا المصدر؟ طبعا لأنها أول شيء ما بتلوث البيئة، ثاني شيء مصدر متجدد للطاقة أي لا ينفد ولا ينقص، وبالإضافة إلى تكلفتها رح تكون أقل بكثير من بدل الشحن والاستيراد. فجواب كونها مصدر متجدد للطاقة لا ينقص ولا تلوث البيئة وتكلفتها تنحصر فقط في بناء المحطة. د تنساب اللابة القاعدية بعيدا من مكان ثوران البركان. بما ان عم نحكي لابة قاعدية يعني لزوجتها قليلة يعني نسبة السيليكا قليلة، فبكل ما كانت لزوجة قليلة كل ما كان جريان الماجما اعلى، فعشان هيك اللابة القاعدية بتنساب بصورة اسرع. ها تزداد قوة الانفجارات البركانية بازدياد لزوجة الماجما. ليش مو كل ما كانت الماجما لزجة اكثر كل ما كان الانفجار البركاني اكثر وأكثر؟ طبعا هذا بيعود لانه نسبة السيليكا بتكون عالية، فمعناته نسبة الغازات المحصورة داخل هاي الماجما عالية. هاي الغازات بتقيد حركة الماجما لانه دائرتها بتزداد بالضغط والحرارة. فلما يسرع ثوران البركان اللي بيكون لزوجته عالية بيعطيني براكين عنيفة ومدمرة بشكل قوي. اما السؤال الثالث بحكي لنا قارن بين براكين الدروع والبراكين المركبة وفق الجدول الآتي. عندنا نوعين من البراكين بنقارن بيناتهم من حيث نوع اللابة من حيث نوع الانفجار واللزوجة. هلا بالنسبة لبراكين الدروع نحكي عنها اللابة رح تكون قاعدية يعني قليلة اللزوجة ونسبة السيليكا فيها رح تكون كثير منخفضة. إذا بما إنها قليلة اللزوجة رح يكون نوع الانفجار فيها غير عالي واللزوجة قليلة. أما بالنسبة للبراكين المركبة رح تتناوب فيها اللابة بين الحمضية وبين القاعدية أي يعني لابة متوسطة، ونوع الانفجار رح يكون فيها يتناوب بين العنيف والانفجار الغير عنيف. بما اننا بنحكي عن لابة قاعدية ولابة حمضية اذا رح تكون اللزوجة بين القليلة والمرتفعة اي متوسطة. السؤال الرابع بحكي لنا تأمل الشكل بمثل احد الاخطار المرافق لبعض البراكين ثم اجب عن الاسئلة الاتية. الفرع ألف ماذا يسمى هذا النوع من الأخطار ومكوناته؟ طبعاً إذا شفنا الشكل صفحة 29 بنلاحظ إنه هي عبارة عن غيمة متوهجة. دليل على ذلك وجود غازات منبعثة بكمية هائلة ورماد بركاني، هي هاي مكوناته بالإضافة إلى رح تكون عندنا فتات أكبر من حجم الرماد. فرع باء ماذا تتوقع أن يحصل لسكان قرية يعيشون في منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر من مصدر هذه الغيمة باتجاه حركتها ولماذا؟ طبعا
طبعا بما اننا بنحكي عن غيب المتوهجه وزي ما درسنا بالدرس اللي قبله عن اخطار البراكين انه غيب المتوهجه تعتبر من اشد الخطوره لانه سرعتها بتكون عاليه تقريبا 200 كيلو متر في الساعه، فرح تكون تعمل على تدمير كل شيء بطريقها، جميع كائنات حيه انسان حيوان نبات، وبالاخص رح تصدمنا باختناقهم بشكل كامل. السؤال الخامس، هب انك خبير في مجال الطاقه في الاردن وطلب عليك تقديم حلول واقتراحات لتشجيع استخدام بدائل الوقود الاحفوري، فماذا يمكن ان تقدم من حلول مستفيده مما درست سابقا عن طاقه الحراره الجوفيه؟ هلا انا بدي استخدم بدائل الوقود الاحفوري، كنا بنعرف انه الوقود الاحفوري عباره عن مصدر من الطاقه الغير متجدد والملوث للبيئه، فانا لما بدي ابحث عن بدائل لازم ابحث عن مصادر طاقه افضل من هاي الوسيله. اول شيء اخذ الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، بالاضافه لطاقه الحراره الجوفيه المشهوره عندنا بمنطقه حفره الانهدام اللي هي بين منطقه حقول الاردن والبحر الميت، لانها طبعا رح توفر علينا كمان، رح توفر علينا اقل تلوث للبيئه، وتعتبر من مصادر طاقه المتجدده يعني لا ينفى ونقدر نستفيد منها. مع هيك بنكون انتهت اسئله الفصل، شكرا لكم. السلام عليكم، اليوم رح نبلش درسنا بتضاريس قاع المحيط وخصائص مياهه، مادة علوم الأرض الصف العاشر مدارس الوطن العربي. طبعا بالبداية احنا لما بدنا نيجي ندرس تضاريس قاع المحيط لازم نعرف أول إشي عن كوكبنا، كنا بنعرف إنه كوكب الأرض هو عبارة عن الكوكب الأزرق. لو بدنا نيجي السبب الرئيسي في تسمية كوكب الأرض بالكوكب الأزرق، طبعا كنا بنعرف من زمان إنه كوكب الأرض بغطي ثلث أرباعه أو تقريبا 71% مياه أو مسطحات مائية، والباقي 29% يابسة. إذا الكوكب الأزرق نسبة للمسطحات المائية اللي بتغطي، بما إنه بنحكي عن نسبة كبيرة وهي 71% من مساحة الكرة الأرضية مياه، فلابد إنه ندرس تضاريس اللي بتغطي أو بتقع أسفل هذه المياه، ومن أهمها تضاريس قاع المحيط. طبعاً لجأ العلماء لعدة طرق وعدة طرق لدراسته. أول طريقة من الطرق اللي تم من خلالها دراسة تضاريس قاع المحيط، أول طريقة اسمها الحبار والأثقال. طبعا زي ما احنا شايفين كتابنا صفحة 33 في عنا هاي رسمة بتوضحنا هاي الطريقة، رسمة الصفحة 33 شكل 3 لوحة. كيف بتتم او مبدأ عمل هذه الطريقة؟ بيكون عنا سفينة او قارب مثبت فيها حبل، هذا الحبل في نهايته يوجد ثقل، طبعا حتى انه يستقر الحبل في قاع المحيط بتم قياس طول هذا الحبل، من ثم بيحسبوا من خلالها عمق المحيط. طبعا بيتم اخذ هذه العينات او حساب عمق المحيط عن عدة مرات عدة مناطق مختلفة من قاع المحيط، يعني في بدايته قرب من الشاطئ، في وسطه، في نهايته، في مختلفه، وبالاخير بتم تجميع هذه القياسات واخذ وسط حسابي لعمق المحيط. طبعا هاي الطريقة بدائية بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى جهد ولا أموال، فبالتالي لجأ العلماء لطريقة أخرى واللي هي دراسة تضاريس قاع المحيط عن طريق إشي ما يعرف السبر الصوتي. شو يعني السبر الصوتي؟ طبعا السبر الصوتي طبعا هي بتعتمد على مبدأ المسبار. المسبار شو هو؟ المسبار هو جهاز بيتم تثبيته أسفل السفينة أو القارب اللي بقوم بإرسال أصوات أو بقوم على مبدأ عمل الصوت والصدى، بحيث إنه هذا الجهاز بيرسل أمواج صوتية. طبعاً هاي الأمواج الصوتية بترتطم بتضاريس قاع المحيط أو بالصخور المشكلة لقاع المحيط، عندما ترتطم فيه بترجع على مبدأ الصوت والصدى، بترجع هذه الموجات إلى قاع السفينة بتم تسجيلها. المسافة أو الزمن اللي تم من خلاله حساب لحظة ذهاب الصوت ولحظة إيابه هذا الصوت والصدى، ومن خلال بعض العمليات أو من القوانين البسيطة بتم حساب عمق المحيط. إذا عمبدأ الصوت والصدى من خلاله بتم حساب عمق المحيط زي ما احنا شايفين بكتابنا صفحة 34 الشكل 3-2، عنا قارب مثبت أسفله جهاز اسمه المسبار، هذا المسبار بيرسل موجات صوتية بترتطم ب تضاريس قاع المحيط والصخور المشكلة له، ومن ثم بتم
إعادة عكسه ارتداده للجهاز مرة أخرى، فالزمن الذهاب وزمن الإياب بتم حسابه، ومن ثم حساب سرعة الصوت، ومن خلاله حساب عمق أو المسافة اللي بتبعد بين السفينة وبين تضاريس قاع المحيط. ثالث الطريقة واللي هي مجدية أكثر بتعطينا نتائج بدقة أكثر، بتوفر علينا وقت وجهد، إشي ما يعرف الأقمار الصناعية. شو يعني أقمار صناعية؟ هي عبارة عن أجهزة خاصة، هاي الأجهزة الخاصة بتقوم ترسل نبضات، هذه النبضات بتكون موجهة بالأخص لقاع المحيط، فهذه النبضات لما ترتطم بتضاريس قاع المحيط بتحمل معها البيانات وبعض الصور. طبعا لما توصل هاي الصور الهم فتم بتحليلها وتفسيرها ورسم هاي الصور بحيث بتشكل لي تضاريس قاع المحيط بشكل دقيق. طبعا من خلال الطرق الثلاث، الحبال والأفقار والصبر الصوت والأقمار الصناعية، توصلوا العلماء انه قاع المحيط مش سطح مستوي، انه هو عبارة عن له تضاريس جغرافية واشكال جغرافية مهمة بتشبه الى حد ما او بتشبه بشكل تقريبي تضاريس سطح الارض. من خلال هدول الطرق قدرنا نعرف كيف منا ندرس تضاريس قاع المحيط.